حبيب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نكمل كده البلوجز بتاعتنا هنا يا جماعة. خلاص انا كنت مروحة للأسف الشديد، شغلوا لنا كده برضو في الاتوبيس شوية افلام. بصوا يا جماعة، واصعب حاجة في الرحلة بتاعت شرم الشيخ ودهب هي المواصلات. انا راكبة من دهب الساعة 10 الصبح، واصلة اسكندرية الساعة 1 بالليل. انتوا متخيلين؟ دي الحاجات اللي اتبقت من السفرية وشوية حاجات انا كنت واخداها معايا في الاتوبيس عشان اتسلى فيها وكده. بس بقى طفوا كده الانوار وشغلوا افلام حلوة قوي 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 بجد. الفايبس بتاعت المروح والمجاي برضو صعبة بس لطيفة، بجد بتكون ذكريات برضو حلوة قوي. المهم يا جماعة، انا نمت اصلا. عايزة اقول لكم ان انا نمت كتير قوي، خلاص بقى كنت فاصلة مش قادرة. وكمان الفايبس والاضواء بتنيمك مغناطيسيا كده يعني. اللي جاي كله بقى اكل، هوريكو شوية حاجات كلتها وانا جاية. انا اكلت 3 من الفيتنس ده، بس طبعا يعني عايزة اقول لكم خلال 15 ساعة دول يعتبروا مش وجبات يعني، حاجة ما قوتنيش. تمام، اكلت 3 من الفيتنس ده يا جماعة، وشربت 2 المراعي تريتس. تمام، يعتبر ده اللي سندني على فكرة، والله العظيم يا جماعة بجد سندني جدا، لانه طعمه حلو قوي، بيديكي كده شوية انرجي. وكمان مروان جابلي بقى الاندومي دي، حلوة قوي قوي، كان سعرها 15 جنيه، وكانت باكج بتاعتها رهيبة بجد. وبجد شبعتني برضو، قعدت مشبعاني كده 2 3 ساعات ومخلياني كده عندي طاقة. تمام، واكلت كمان 2 من الزبادي بتاعت المورايت ريتس دي برضو. انا اخترت الحاجات اللي شبعتني. تمام، وده بس اللي كلته في الاتوبيس. اول ما رجعت الشقة بقى عند ماما، اكلت اللي هي دي كده اللي هي شبه البروتين بار او جرانولا بار وكده. ده كده يا جماعة الفطار بتاعي النهاردة الصبح. تمام، حبيت ان انا اشاركه معاكم. عملت بيض بالافوكادو، بجد كان حلو جدا. وعايز اقول لكم كمان فتحت المج بتاع فيروز اللي مرون جابهولي جفت، اكيد طبعا طبعا شفتوا الفيديو بتاع الهدايا بتاع الذهب. اكيد ده مرون جابهولي يا جماعة من دهب، بجد مبسوطة بيه فوق ما تتخيلوا اصلا. دلوقتي انا بعمل مكرونة بالتونة، هي مكرونة جاهزة بالصلصة عادي جدا، واحط عليها التونة. التونة اللي انا اختارها النهاردة دي تونة، اول مرة اجرب التونة القطع اللي فيها زيت زيتون. تمام، يعني عطول بجرب التونة القطع اللي هي العادية او اللي هي بالشطة وكده. السنهارها الكوتي اللي اختي عايزاها اهو. المرة دي هجرب التونة اللي هي بزيت الزيتون، عايزة اعرف الاختلاف ايه. طبعا انا صفيت اصلا زيت الزيتون. بصوا هوريكوا، قطعت برضو دول كده شوية فلفل على بصل على طماطم، وهحطهم برضو وعصرت على التونة بتاعتي انا وهي ليمون. تمام، هوريكوا بقى بعد ما اخلص كل حاجة تكون شكلها عامل ازاي. فان الفيديو ده كله اكل في اكل، بس ان شاء الله في نفس الفيديو ده هصور لكم منتجات خلصتها، هرجع اكررها تاني ولا لأ، عشان نكمل الفيديو يكون فيه حاجة سكين كير وهير كير وبادي كير، بدل ما كلنا عمالين نملى كرشنا. شكلها النهائي كده بعد ما خلصت، شكلها شهي جدا وريحتها تحفة. وده شكل التونة القطع، ولسه ما دقتش، بس ان شاء الله لما دوق هقول لكم لو افتكرت يعني. بس يا رب تطلع كويس، لان انا اي هوب انها تكون كويسة، يعني اللي هو ايه عايزاها تكون كويسة. خلصتها، هرجع اكررها تاني ولا لا؟ اخيرا سكين كير وهير كير وبادي كير بقى شوية. عارفة طبعا ان انتوا يعني بتحبوا ان انا اعمل الفيديوز دي ويعني ولزقها كده في الفلوجز وكده، فقلت كده كفاية بقى يا جماعة، لازم اتكلم على شوية برودكت خلصتها وهرجع اكررها تاني ولا لا، وهتكلم عن كل برودكت كده يعني مش باختصار يعني بتجربتي معاه. تمام، اول حاجة هو الكريم ده من فيانسي 2 في 1، ده جل كريم. تمام، عايزة اقول لكم انه بيثبت الشعر كويس جدا، انا جوزي مخلص منه ده، ومعانا كمان ستوك جبناه من كارفور لما رحنا وكده. تمام، ده شكله، عايزة اقول لكم ان انا كمان بستخدمه لما بحب اثبت البيبي هير بتاعة شعري، وبجد ممتاز جدا. بصوا احنا مخلصينه، متخافوش، وبيأكسد كده في النهاية يعني لونه بيتغير سيكا، بس بيكون بنفس الكواليتي بتاعته اول ما انتي بتشتريه. تمام، ده شكله، مش فاكرة الحقيقة سعره كام، تقريبا 45 جنيه تقريبا يعني، انا بقول لكم اللي انا فاكراه، بس الاكيد اكيد مش عارفه. تمام، بس هو تحفه جدا، لو جوزك مثلا او اخوكي باباكي بيعمل شعره كيرلي ده بيثبت كويس جدا، بس عايز ان انت تحطي منه كميه كده كويسه. ما انصحش بيه لو انت بتعملي كيرلي تستخدميه، لا يعني لو انت عايزه تنيمي البيبي هير بتاعتك وكده تمام استخدميه،
غير كده بلاش استخدميه في روتين الكيرلي بتاعك عشان برضو ما ينشفش شعرك. تمام، بعد كده معايا اللوشن ده من جلايسوليد يا جماعة. طبعا احنا عارفين كلنا جلايسوليد، كان في بنوتة بتقولي بتقسميه كده ازاي عشان تاخدي كل البرودكت اللي بيكون موجود فيه، يعني بمقص بسكينة اللي بيكون قدامي. بصراحة يعني يا جماعة ده شكله طبعا كويس جدا، بيرطب الجلد. اهم حاجة فيه يا جماعة ان انتوا لازم تجيبوه كلاسيك، لان الكلاسيك بيكون بيرطب اعمق وفي نفس الوقت تحفة جدا بعد الشيفنج. تمام، خطير خطير خطير، من الحاجات التحفة جدا اللي انا ان شاء الله هرجع اكررها تاني. وفيانسي طبعا زي ما قلت لكم انا اوريدي جايبين منه ستوك لما كنا في كارفور. اوكي، كربميد للقدم طبعا انتوا عارفينه، غني عن التعريف، سعره دلوقتي تقريبا بقى ب20 جنيه، 25 جنيه، كويس جدا برضو للقدم، بيرطب ترطيب عميق خاصة لو حطيتيه وبعد كده لبستي شراب بعديه، حلو جدا. ولكن انا خلاص غيرته وجبت من ماي واي. تمام، جبت من ماي واي وكده كريم للقدم عشان اجربه، محتاجة اجرب حاجات جديدة لان انا اكتر واحدة في الدنيا بتزهق من البرودكت خلاص، يعني جربت برودكت عايزة اغير، عايزة اجدد، عايزة اشتري حاجة جديدة، عايزة اجرب حاجة جديدة، مش كل مرة هشتري نفس الحاجة. بحب قوي اجرب البرودكت ويعني واشوف الفوائد بتاعت كل البرودكت ويبقى عندي برضو خبرة في كل حاجة عشان لما حد يسألني اي سؤال انا اكون جاهزة بالرد عليه، مش مجرد بس عارفه لي كم معلومة جاية ان انا اتكلم عنهم. تمام، معايا الشفرة دي بتاعت فليمينجو، دي التقليد، انا هحكي لكم قصتها دلوقتي. الشفرة دي كان ناقص لها استخدام او استخدامين على فكرة، يعني ما خلصتش بالكامل. انا استخدمتها في تقطيع البيفي واحنا في السفر، كنتش واخدة معايا سكينة فاستخدمتها، قلت خلاص بقى طالما استخدمتها في تقطيع البيفي وكده فمش هرجع استخدمها تاني، يعني لبشرتي اكيد مش هستخدم مكان البيفي، انا يعني انا والبيفي مش اخوات عشان نستخدمها مع بعض. فهي حلوة جدا دي التقليد، بس بحبها قوي برجع اشتريها تاني، بس بحب تنكل اكتر منها بكتير جدا. اوكي، حبيت برضو ان انا اكلمكم عنها. كمان خلصت الافوكادو ماسك ده، ده من سوبر فود. اوكي، سوبر فود عندهم يا جماعة عشان تكونوا عارفين كل الماسكات بتاعتهم سواء الشيت ماسك او الماسكات العادية بتكون معمولة من الاكل، يعني معمولة من الطماطم، الرز، افوكادو، جزر، خيار، حاجات غريبة كده شفتها كتير، اخترت منهم الافوكادو، كنت جايباها اونلاين، خطير خطير خطير. دي شركة برضو اينال ليب، الشركة دي معمول منها اللاين بتاع سوبر فود. تمام، خلينا متفقين، حبيت بس اشرح لكم ده منتج كوري طبعا تحفة قوي، انا بشرتي بعد شرم الشيخ والبول والحاجات الرهيبة دي طبعا طبعا اكيد جفت، ولكن ده بجد رجع لها المارشميلو، حطيته من هنا وبشرتي بقت تحفة، مفيش جفاف، مفيش اذى، مفيش اي حاجة خالص، خطير. وتقريبا شركة اينال ليب من الشركات الخطيرة الكورية. ودي كده يا بنات كانت المنتجات اللي انا خلصتها، وقلت لكم طبعا يعني اعتقد كلهم هكررهم، بس ده مش هكرره دلوقتي، هستنى شوية لان انا بجرب برودكت جديدة. بس كده حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، اوعى تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك، وبحبكم جدا جدا جدا. بتكلم كده يا جماعة في موضوع، يعني سوري لو حد ممكن يزعل مني وكده، بس كان لازم اتكلم فيه دلوقتي. كل ما بشوف اي حد جايب اي حاجة من المقاطعة بلاقي الناس عاملة هجوم رهيب جدا عليه. اوكي، تمام تمام، يعني دي حاجة تمام عادي، بتلفتوا النظر، بتتكلموا عادي، ابن يا صافية كده. انا لما رحت كارفور اللي انتوا بتقولولي عليه، ميرا بلاش كارفور ده مقاطعة، اوكي، قلت لكم وقتها كارفور متبرع لغزة ب30 مليون جنيه، وانا مش عارفة بصراحة هل هو مقطعة ولا مش مقطعة. تمام تمام، انا رحت كارفور حرفيا مفيش مكان فاضي فيه، واللي يقول غير كده كده، الريد بول، البيبسي، السيفن، كل ده عمال يتاخد قدامي بكميات، والعمال مش ملاحقين يحطوا ستوك من الحاجة اللي عمالة تتسحب حرفيا. انا اقسم بالله ما بكدب عليكم في حاجه، الشوكليت، كيندر، رافاييلو، فريري روشيه، نوتيلا، كله حرفيا عمال يخلص قدامي، لدرجه ان انا ما كنتش ملاحقه اصلا امشي، لدرجه ان انا قلت لجوزي المفروض ما يحطوش الستوك حالا، المفروض لما يعني قبل كده ما الناس تمشي يجيبوا الستوك يبداوا يرصوها. قال لي ما هو الحاجه عماله تخلص والناس عايزه تشتري والناس واقفه مستنيه. وفعلا يا جماعه بجد
اكن الناس عماله تاخد المقطعه بس، انا ما شفتش حد بياخد مصر. انا كده كده ما اشتريتش نسكافيه اصلا لان انا عندي، بس بتكلم اللي هو ما فيش بقى ولا مصر كافيه ولا بيختاروا مش عارفه ايه، ولا حتى كمان الكاتشب والمايونيز بتوع هاينز فين كانوا خلصانين. انا ما اشتريتش اصلا لاني ما كنتش محتاجه، ان عندي في البيت برضو. لكن بقول لكم عمالين ياخدوا، اللي هو انا واقفه اصلا مستغربه، امال مين اللي بيكتب على السوشيال؟ ولا ده وشين ولا ده نفاق؟ ما ينفعش، قاطع قاطع بضمير بجد، مش تيجي تكتب للناس وتهاجمهم وتيجي بجد على ارض الواقع الاقيك اكتر حد بيشتري. فككوا من ده، انا لما رحت شرم الشيخ ودهب حرفيا يا جماعه كل الناس ماشيه ماسكه البيبسي والريد بول والشوكليتس كل السويتس اللي بجد المقاطعه هم ماسكينها في ايديهم، الاطفال كله كله بجد. ف يعني بجد مين اللي بياخد، يعني مين بقى اللي مقاطع بجد؟ مين اللي بيكتب ده مقاطع؟ ما انتوا بتاخدوا، يعني بجد موقف غريب قوي انا مش لاقي له تفسير. الناس بقت بوشين ولا الناس بقت ايه المواضيع دي؟ بجد يا جماعه حاجه بجد غريبه قوي، بس حبيت اكلمكم في الموضوع ده. لو انت مش قد ان انت تقاطع بضميرك يبقى ما تقاطعش اصلا، يا اما لو يعني هتقاطع في منتج ومنتج تاني لا يبقى بلاش مقاطعه اصلا يا جماعه، ماشي؟ وما نضحكش على بعض، في ناس كتير قوي زائد من المقاطعه، بس عايزه تحسس اللي قدامها تمام ان انا عامله مقاطعه وانت لا، تمام فاهمين؟ بس اوريدي انت زهقانه من المقاطعه وعايزه تشتري حاجاتك، لدرجه ان في ناس دلوقتي بتشتري حاجه وتقول ايه انا نسيت انها مقاطعه، لا انت عارفه انها مقاطعه بس انت اشتريتيها، فاهمين؟ دي الفكره، بس عشان اللي عاملين ملايكه وعمالين يهاجموا في الناس كلها، تمام؟ محدش يزعل من الكلام يا جماعه، ولكن والله ده حصل قدام ستاربكس اللي بيقولوا لا، وكنتاكي ناس عماله تاكل يا جماعه، ماكدونالدز كل الناس بتاكل بجد مفيش نقاش. مش عارفه بقى في بقيه المحافظات ايه، بس بتكلم على اسكندريه في ناس كتير قوي مش مقاطعه، يعتبر تلات ارباع كمان.